السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. الفيديو اليوم اللي غنطرق فيه عن فك اللغز الجريمة تباتا، وكيفاش تمكنوا رجال الحموشي باش يقرقبوا على مول فعلة اللي كان مختفي داخل غرفة بحي مكناسة قبل ما يخطط الهروب إلى مدينة أخرى، وما هي العلاقة اللي كانت كتربطو بهاد الضحية. إخواني أخواتي، قبل ما نبدأ في صلب الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد في آخر مستجدات السيدة اللي صفاها لها ومتب الجثة ديالها داخل ثلاجة. السلطات الأمنية تمكنات من فك هاد اللغز بعد ما تم الاعتقال الجاني وتوقيفه بأحد المحلات التجارية بالمحطة القطار واللي كان مساعد للهروب الى وجهة مجهولة. فهاد المشابه اخواني اخواتي والبالغ من العمر 43 سنة، ومن بعد ما كشفت الابحاث الميدانية وكذلك الابحاث التقنية انه هو المتورط الرئيسي في تصفية السيدة واللي كتبلغ من العمر كذلك 37 سنة، واللي قام بإخفاء الجثة ديالها داخل الثلاجة بأحد المنازل بمنطقة بن مسيك بمدينة الدار البيضاء. وكانت المصالح الأمنية عثرات على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الماضي وهي مودع داخل الثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودة بمنطقة بن مسيك، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي واللي مكن من تشخيص هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه. هذا هو تم إخواني أخواتي إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك الكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة. إخواني أخواتي، للتذكير فقط أن هذه السيدة اللي كانت جات من مدينة تونات وبالضبط من دائرة ظهر السوق دوار باب الحيط وليس من مدينة فاس كما ادعى وكما تم التصريح بها. والعمر ديالها إخواني أخواتي من مواليد 1986، وليس الخطيب ديالها ولا شيء من هذا القبيل، وهي كانت موضوع مذكرة بحث لفائدة العائلة منذ 4 أشهر. فهذا المشتبه إخواني أخواتي اللي كان كيعمل في أحد المصانع الأحذية بالمدينة الدار البيضاء كان تعرف على الضحية هذه مدة شهرين، وكان تجمعها علاقة صداقة قبل ما تطور إلى علاقة غرامية بيناتهم، وكان خطط لها باش يصفيها لها بعد ما طعنها في الرجولة ديالو، وهادشي اللي جا التصريح ديالو لدى المصالح الأمنية في التحقيقات الأولية منذ مساء الأمس، وهي اللي كان السبب الرئيسي إخواني أخواتي لهاد الفعلة الشنيعة بعد ظهور كثير من المستجدات والأخبار اللي كتقول أن السبب يعني التصفية ديالها هو مشكل مادي وربما السرقة، ولكن ليس من هذا القبيل، لا شيء من هذا القبيل إخواني أخواتي. فاليوم كنشوفوا زمان الغدر والقتل والظلم والحقرة والفقر والقهر والرشوة يعني والتهميش والسيبة وكذلك الفوضى والمخدرات والقرقوبي وكل أنواع هذه الجرائم اللي ولينا كنشوفوها في بلادنا المغرب الحبيب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصراحة خاص الناس اللي كيكريو البيوت انه يتقنن هذا الكراء بحال ديك السجل ديال الفنادق، يعني باش يقوم يعني يعلم يعني المدار اللي كاري هذا المحل انه يعلم به الدائره اللي تابع ليها. وشنو هي الخدمه اصلا ديال هذا المقدم؟ واش يجي غير اخبار ديال الياجور والسيما وشكون كيبني؟ يعني ماشي غير هذا هو الدور ديال المقدم، راه المقدم اصلا حطاه المقاطعة باش يعرف الشادة والفادة في هذاك الحي وداك القطاع الترابي اللي تابع يعني اللي تابع ليه.
هنا لازم اخواني اخواتي انزال العقوبات على الكراء بدون تصريح السلطات المعنيه لتجاوز مثل هذه الحوادث. فلا يعقل اخواني اخواتي ان هذا ملفعلة لاستدرج هذا الضحيه واللي كان عنده علاقه مع هذه مده شهرين، يعني مباشرة من بعد ما جات من مدينة تونات وجات المدينة الدار البيضاء باش تشتغل، وني انها اختفت على الانظار العائلة ديالها اللي مازال اللي كانوا مازال يعني كيبحثوا عليها وقلبوا عليها، وني وصلت الامر الى يعني الاذاعة وني نشروا الخبر ديال الاختفاء ديالها ووضعوا واحد مذكرة بحث وطني باش احتوى على انهم يوجدوا البنت ديالهم، ولكن شات الاقدار انها تمشي يعني ضحية هاد مول فعلة اللي صراحة اللي قام بهذا الشيء كامل. وحسب التصريح ديالو قال انه طعن في الشرف ديالو والرجولة ديالو، هذا الكلام ديالو اللي جا يعني بعد التحقيق يعني من طرف سلطات الامنية بمدينة الدار البيضاء وبالضبط سباتة. على اين اخواني اخواتي فرعوا عزيز عند الله سبحانه وتعالى، فهاد السيد اللي كان اختفى وكيحاول انه يظن انه ميتمكنش من الاعتقال ديالو، فجا اليوم يعني مساء اليوم السبت للسلطات الامنيه يعني بحثات وقلبات وتمكنت من الوصول الى الجاني اللي كان كيحاول انه يهرب الى وجهه مجهوله يعني واحد المدينه اخرى، يعني باش ما يتمكنش من القبض عليه يعني والحكم عليه باقصى العقوبات. هو الشيء اللي كان خايف منه، ولكن روح زين الله سبحانه وتعالى يعني كان خطط انه كري واحد المحل او واحد البيت يعني بواحد الحي مكناسه بمدينه الدار البيضاء، وكان كيظن انه ما يتمكنش من القبض عليه، ولكن بقدره يعني وكفاءه رجال الحموشي تمكنوا من القبض عليه، واليوم يعني غيتعرض امام المحكمه في انتظار المحاكمه ديالو، ولا يكشف مجموعه من الاشياء ومجموعه من المستجدات بخصوص هذه الفعله الشنيعه. على اي الله يصبر العائله ديالها، العائله ديال هاد السيده اللي مشات ضحيه لهاد السيد. اكيد ان العائله يعني اللي فقدت واحد السيده اللي كانوا انه كيظنوا انها غتكون المعيل الوحيد ديالهم، خصوصا بعد المعلومات اللي كتاكد انها هي المعيل الوحيد ديال هاد العائله، لان من اسره فقيره فقيره جدا، واني ما عندهم حتى شي اخر يعني شي واحد اخر كيعاون هاد العائله الا هاد السيده اللي اختفت الانظار ومشات حتى المدينة الدار البيضاء. ولكن اخواني اخواتي هادشي اللي وقع يعني راه ما بغيناش مره اخرى يوقع مره اخرى في بلادنا المغرب الحبيب، وهادشي كيحس في نفوسنا، ولازم اتخاذ اجراءات يعني فوريه للحد من هاد الجرائم، كذلك الاحكام تكون قاسيه في حق هاد المولين فعلا اللي كيقوم بمثل هاد الافعال، لاننا دائما كنشوفوا يعني هاد الجرائم تقطيع الجثة يعني التنكيل بها يعني التعذيب وما إلى ذلك. فلا بد من إعادة النظر في هذا القضاء المغربي حتى يتم الحد من هذه الأفعال الشنيعة. إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.